نعود إلى موضوع الأوضاع الأمنية في محافظات الأنبار وبغداد وديالى. بشأن هذا الموضوع معنا لمزيد من التعليق عبر الهاتف من بغداد سيدة عد دالكية النائب عن محافظة ديالى. مرحبا بكم سيدة عد. في تصريح لمحافظ رئيس مجلس محافظة ديالى حذر من عودة الخطف الجماعي داخل المحافظة، كيف ترى الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى؟ بعد التحية تقديم التقييم الثاني إلى مشاهدين هذا المنبر الكريم. مع الأسف كلما تقترب الانتخابات يقترب الوضع المتأزم في محافظة ديالى، ويزداد سوءا بانطلاق أو توسيع الحركة للخارجين عن القانون والعصابات الإجرامية لتسلخ الأشخاص المؤثرة أو البارزة أو رموز هذه المحافظة التي ذاقت الى مرين منذ 2011 لحد هذا اليوم. لحد هذه اللحظه الوضع الامني يشابه بالبنان بالاستقلال، لكن بين حين واخر تكون هناك تهديد على ارواح المواطنين. اما بالقصف على المناطق الامنه بقنابر الهاون او خطف رموز هذه المحافظه، هذا يدل على شيء، يدل على انه هناك فسحه لحركه العصابات الاجراميه والتي تعمل على التغيير الديني والسياسي والتي تطمح تغيير ديموغرافي سياسي بعد ان ثبتت واقع حال تغيير ديموغرافي. اليوم عدم عوده النازحين الى المحافظه هذا يثير استغراب كبير وتخوف كبير لهذه المحافظه بان تكون المناطق الامنه الممنوع اهلها من العوده ان تكون مناخ مناسب وارضيه لتنفيذ اجندات الخارجيه او الاجندات الاجراميه على اهالي هذه المحافظه. أيضا النائبة لقاء وردي اتهمت الادعاء العام بالتقصير في تحريك الدعاوى المتأخرة لمئات الموقوفين في السجون من محافظات الأنبار وديالى وبغداد، ولكن هل هناك آذان مصغية لهذه الدعوة، هذا الاتهام؟ يعني سيدي الكريم، في البرلمان اخذنا أكثر من قرار بأن يجب تشكيل لجان لمتابعة ملف المفقودين، وكان اخرها لجنه الهجره المعدنيه البرلمانيه قدمت دراسه للوضع ما بعد داعش او صفحه ما بعد داعش في تشكيل لجنه لمتابعه او الكشف عن ارواح المفقودين في الانبار وصلاح الدين وديالى وبغداد وحزام بغداد وخلال 90 نواه. لكن لحد هذه اللحظه مع الاسف الخطوات الحكوميه او القضائيه خجوله جدا باتجاه هذه الجرائم وعدم كشف عن مصير الاشخاص المئات من الاشخاص المفقودين الذين هم اليوم بمثابه مخطوفين في منطقه الرزازه والمناطق الاخرى التي شكلت اللجان التحقيقيه لاجلها. لذلك انا اعتقد انه من واجب الحكومه ان تنفذ قرارات مجلس النواب والوقوف على هذه الحاله وان تخطي خطوات في الكشف عن مصير ارواح العراقيين أسوة بقيامها بالكشف عن مصير الشقاء القطريين والافراج عنهم وعودتهم الى ذويهم. وايضا طالب من الحكومه حتى وان تكلم بان ليس لديها اموال لدفع الدية فيتبرع نواب هذه المحافظات برواتبهم ليدفع الدية من الجهات التي خاطبتهم اذا ما كانت الحكومه تعلم من اخطائهم لاطلاق سراحهم. لكن انا اؤكد انه هذا الكلام لحد هذه اللحظه لن تخطي به الحكومه خطوه جاده تبين مصير المئات او وصل ما يقارب اكثر من 1000 مواطن مفقود ما بين هذه المحافظات. يعني افهم من كلامك استاذ رعد ان البرلمان بشان هذه الانتهاكات قد قام بدوره، وتحملون الحكومه مسؤوليه التنفيذ ومسؤوليه تدهور الاوضاع الامنيه في هذه المحافظات. نعم، نحن لم تكن هناك خطوات جاده للحكومه وملموسه من قبل المواطنين في الكشف عن ارواح دوليين، فتتحمل المسؤوليه الحكومه بالكامل وعلى راسها القائد العام للقوات المسلحه، لان هذه ارواح المواطنين وهي امانه في رقاب الحكومه والقائد العام للقوات المسلحه ورئيس مجلس الوزراء، عليها ان تبين مصير هؤلاء، وخصوصا لان كثير من المناطق وبعض المناطق محصوره يشار لها بانه المخطوفين
معتقلين في هذه المناطق لحد هذه اللحظه، لم تدعم هذه المناطق ولم تكشف عن حقيقه هل هم موجودين في سجون داخل هذه المدن ام لا، وخصوصا المدن التي يمنع النازح من العوده لها. نحن نشكو انها تكون هذه السجون الكبيره للمعتقلين او المخطوفين من المحافظات التي ذكرت في التقرير. شكرا جزيلا لك من بغداد هاتفيا سيد عاد الدهلكي النائب عن محافظه ديالى.